90% الجمهور الرياضي مع حفظ الألقاب طبعا يقولون باسل يحارب المغتربين، باسل ما يحب أنه المغتربين يكونون متواجدين، باسل ما يحجز تكتات طيران ويحجز ترانزيتات طويلة الأمد ويتعب اللاعبين وما يحجز وكل إيكونومي يسافر المنتخب. شنو ترد على هذا الموضوع؟ أستاذ داود يعني أنت مين جبت هاي النسبة؟ هاي النسبة منين جبتها؟ هاي جو يقولون جاي أقول لك يقولون إذا 90% جاي أقول لك يقولون 90% كابتن باسل يقولون جاي أقول لك يقولون أخذ الجنطم هذي وأطلع جاي أقول لك يقولون هذا كابتن باسل افتهمتني؟ مو صحيحة سمعتني؟ جاي أقول لك يقولون الجمهور نعم جاي أقول لك يقولون خلينا نتكلم إي يلا إي بس خلينا نتكلم يلا تفضل أوكي الجمهور دافتهم فأنت فأبسط شيء تلتقي باللاعبين يا أخي وتسألهم هذا السؤال على مود يقولوا لك شلون يجون وشلون يروحون والدليل على هذا ما صاير مدير إداري لحد الآن 5 سنين في المنتخب الوطني أنا الحمد لله 5 سنين والدليل على هذا أنا ما عندي مشكلة في أي شيء.